النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير إلى جميع متابعين طقس العرب الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بالنشرة الجوية المسائية ليوم الجمعة الموافق 3 يناير من العام 2020. طبعا قبل الانتقال إلى توقعات الطقس وآخر صور الأقمار الصناعية، وردنا من مندوبي طقس العرب المنتشرين في مختلف مناطق المملكة إلى هطول بعض الأمطار الثلجية أو الأمطار المتجمدة في بعض المناطق المحدودة من محافظتي معدبة والكرك قبل قليل. طبعا هذا الأمر كان بشكل محدود، ونحن طبعا الآن في بداية مقدمة تأثير منخفض جوي يتوقع أن يصل إلى المملكة خلال 12 ساعة القادمة. طبعا بالانتقال إلى آخر صور الأقمار الصناعية، نلاحظ إلى يعني تشكل منخفض جوي في شمال الأراضي المصرية، كما يلاحظ بالحركة الدورانية التالية، يلتف فوق شمال الأراضي المصرية، توقع أن يتحرك تدريجيا خلال الساعات القادمة ليصل إلى المملكة تقريبا مع ساعات ما بعد ظهر وعصر يوم السبت، مصحوبا بهطول مطري واضح طبعا في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. كما ذكر زميلي محمد الشاكر في النشرة الجوية السابقة، تندفع هذه الليلة رياح قطبية شديدة البرودة باتجاه المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة. لكن قبيل وصول هذا المنخفض الجوي إلى المملكة، يتوقع أن تبتعد هذه الرياح القطبية الباردة عن المملكة، بالتالي لن تتزامن الرياح الباردة القطبية مع دخول المنخفض الجوي إلى أجواء المملكة. لكن قد تترافق هذا الرياح الباردة ببعض التشكلات المحلية لبعض السحب خلال الساعات القادمة، خاصة مع ساعات فجر السبت، ينتج عنها هطول لبعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة والغير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية في مناطق المملكة. بالتالي للتذكير طبعا شرح لمزيد عن شرح هذه الحالة الجوية واندفاع الرياح القطبية بعيدا عن أجواء المملكة، سنقوم بوضع رابط النشرة الجوية الصباحية التي كانت من تقديم زميلي محمد الشاكر لشرح طبعا ابتعاد الرياح القطبية صباح الغد قبيل وصول الهواء البارد باتجاه المملكة. هذه الليلة كما ذكرنا تتكاثر السحب المحلية في بعض مناطق المملكة، تهطل أمطار متفرقة، لكن هذا قبيل تأثير المنخفض الجوي المتوقع أن يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى. حرارة منخفضة فقط 3 درجات مئوية، الحرارة الصغرى في العاصمة عمان، لكن نظرا لانخفاض الرطوبة ونشاط الرياح الحرارة الملموسة أيضا منخفضة بشكل لافت وهي ما دون الصفر المئوي، 3 درجات مئوية تحت الصفر في العاصمة عمان، في حين تكون 5 و6 درجات مئوية تحت الصفر الحرارة الملموسة في قمم المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة. لا يستبعد كما ذكرنا هطول بعض الثلوج المتفرقة والخفيفة في بعض المناطق مع ساعات فجر السبت كنتيجة لبعض التكونات المحلية بإذن الله تعالى. بالانتقال إلى خرائط الأمطار وتوقعات الأمطار في المملكة خلال الأيام القادمة، كما نلاحظ يعني هناك يعني الجبهة الهوائية تتشكل في البحر مع ساعات صباح يوم السبت بإذن الله تعالى، تندفع تدريجيا خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر باتجاه المناطق الشمالية والوسطى، ولاحقا مع ساعات المساء يصبح الطقس ماطرا في أغلب مناطق المملكة مع ساعات مساء يوم السبت، تكون هذه الأمطار على شكل ثلوج فوق قمم سلسلة جبال الشرابي بإذن الله تعالى، على شكل ثلوج متقطعة أو زخات من الثلوج في قمم جبال الشرا وقمم الطفيل أيضا. لكن كما ذكرنا مع ساعة العصر والمساء يتحول الطقس ويصبح باردا وماطرا في عموم مناطق المملكة، وتستمر طبعا فرص الأمطار بإذن الله حتى ساعات ظهر وعصر يوم الأحد، ثم تستقر الأجواء مؤقتا بعد ذلك. إذا بالانتقال لاستعراض الطقس خلال الأيام القادمة، بالبداية الفعلية المنخفض الجوي مع ساعات ما بعد ظهر وعصر يوم السبت إن شاء الله تعالى على شكل أمطار في عموم المناطق، طقس شديد البرودة نهارا وليلا يوم السبت 6 درجات مئوية العظمى والصغرى فقط 4 درجات مئوية، الأحد والاثنين أيضا أجواء باردة، تستمر فرص الأمطار نهار الأحد في حين يستقر الطقس تدريجيا مع ساعات مساء الأحد ونهار الاثنين، لكن نراقب في طقس العرب احتمالية تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد بعد منتصف ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء. إذن يعني كملخص سريع للحالة الجوية،
برودة واضحة واشتداد البرودة هذه الليلة كنتيجة لاندفاع رياح قطبية باتجاه المملكة. ثلوج خفيفة محتملة في بعض المناطق هذه الليلة غير مؤثرة، وأيضا ليلة الغد فوق قمم جبال الشراء، وأمطار تبدأ مع ساعات عصر يوم السبت وتستمر حتى نهار يوم الأحد. هذه الأحوال الجوية حقيقة تستدعي الانتباه من عدة عوامل. طبعا كنتيجة لانخفاض الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ننصح الجميع بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة المختلفة هذه الليلة وخلال الأيام القادمة كنتيجة لازدياد البرودة في الأجواء. أيضا ننصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول كتوقع لهطول بعض الأمطار أو الزخات الغزيرة خاصة بعد عصر ومساء يوم السبت بإذن الله تعالى، وأيضا الانتباه من تدني الرؤية الأفقية فوق الجبال مع ساعة مساء السبت وصباح الأحد كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. هذا كان آخر ما لدينا حتى اللحظة، تابعونا بتحديثات قادمة عبر وسائل طقس العرب المختلفة. إلى اللقاء.